فجر الصحفي الفرنسي أوليفيه بيون حقائق خطيرة حول فضيحة قطر إليكس، حيث نشر فيديو حسب ما ذكرت صحيفة ريلتي التونسية يقطع بأن حمد بن خليفة أمير قطر السابق جند قناصة عبر أجهزة استخباراته لقتل المتظاهرين خلال أحداث يناير 2011 في مصر وفي تونس. بحسب الصحفي الفرنسي فإن القناصة الذين تم تجنيدهم تراوحت أعمارهم بين 25 و40 سنة، ومنح كل منهم مقابل مادي من قطر يبلغ 1500 دولار للفرد الواحد. وأكد شاهد عيان أن ضابط فرنسي هو الذي أخبره بخروج القناصة من مطار قرطاج بعد ارتكاب جريمتهم بحق أبناء الشعب التونسي. هذه الدماء التي سالت في مصر أو تونس ستبقى بالتأكيد معلقة في رقبة حمد بن خليفة وأركان عرشه السابق والحالي الذي يسير على نفس خطه. هذا النظام الذي جعل من الأشقاء أعداء ومن الصهاينة أصدقاء، والهدف بالطبع هو إحداث فتنة سواء داخل المجتمع المصري أو التونسي أو كل المجتمعات العربية. رغم أن الإخوان كانوا بينكروا